إذا السؤال مقبول إني أقراه أعطني الأمر أقرأ لك كل المشاهدين. نعم رقم واحد. هذا رقم واحد. تسمح لي أقرأ المشاهدين؟ إيه. السؤال يقول يا هادي، فوبيا الظلام والنوم بغرفة لحالك، كيف تخلصت منه وش سببه؟ شوف ارفع لي صوتك يا هادي. أنا ما أحب أرقد في قبل في ظلام. ظلام ما أحب. حنون. والله ما أحب، أخاف. إيش السبب؟ شوف سبب، ما في سبب، يتروالي شيء أشياء واجد. أها. وأنا من سلح كذا يتروالي. متى بدأت المشكلة؟ من زمان. بدأت معي طول العمر، وكنت تقريبا عمري 15 سنة. بدأت وقامت تروالي أشياء واجد، عرفت؟ أبرزها كنت في بيت عماني. طيب. طرت علي أشياء كذا. من عاد ذاك اليوم ما رقدت بيت عماني، خلاص كرهت بيت عماني كبر. عندك مشكلة إنك تنام في ظلام ولا تنام لحالك في ظلام؟ أنام في ظلام والحالي. معك طيب؟ حتى لو شخص. معي أحد. آه. لازم إنه يكون أما جنبي، بعيد ما أقدر. لازم أقرب منه. الصدق. متى تخلصت من هالمشكلة؟ تو. قريب ترى. كم؟ تصدق والله قريب ترى. يلا العظيم. يعني. والله قريب، قبل سنتين. 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 تخلصت والله. كم عمرك الآن يا هادي؟ أنا ما أبصح أنا. من هو؟ هذا اللي ما أبصح أنا. العمر. إيه. في العشرينات. تقريبا. كيف تخلصت طيبة هذه؟ والله العظيم إنه ما أدري كذا فجأة، والله العظيم إني تخلصت. من أكثر شخص كان يواسيك في ظل ظروف النوم في الظلام؟ أمي الله يذكرها بالخير. كنت أقول أفتح الباب أسمع صوتها أرقد، أو إني كل شيء أناديها يا أمه ترد علي، إذا ردت علي أرقد، أدري إنها قائمة، ما أخليهم يرقدون قبلي، أرقد قبلهم. هل مشاركتك في المنكوس كانت سبب تخلصك من فوبيا؟ تقريبا اي صح، ذكرتني المنكوس. صح صح المنكوس، لان قعدت هناك 3 شهور. عرفت ما بغيت تشارك بسبب هالمشكله؟ تقريبا صرت افتح اللي تري داخل حق الدولاب، افتح ورقد، عقب مره يوم من الايام كذا قعدت اسكر ورقد على راحتي. اعطوني باللون الاخضر يا شباب. الأشخاص يا هادي اللي يعانون من هالمشكلة، إيش حاب تقول لهم الآن؟ صدق والله. صدق؟ شوف هي ترى بعد فوبيا بعد. طيب. صعب إنك تخلص منها على طول. ولكن تستطيع. تستطيع. لكنها صعبة شوي. على طول دايركت ما تقدر. بس كل ما اجتهدت أكثر وأكثر يمديك.